وجه الرئيس السيسي بتجفيف العمل فيما يتعلق بخطة التحول إلى الحكومة الرقمية. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، شدد الرئيس على الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خطط واستراتيجيات الدولة لدوره في عملية التنمية الاقتصادية والتنمية المجتمعية. وعرض وزير الاتصالات خلال الاجتماع آخر التطورات لاستضافة مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات خلال الفترة من 25 وحتى 28 من شهر نوفمبر الحالي. كما عرض الوزير الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة المعرفة وجهود إنشاء بوابة المحتوى الثقافي الرقمي. وجه الرئيس السيسي باستمرار تنسيق الرقابة الإدارية مع الجهات الحكومية المعنية للتصدي للفساد. وخلال اجتماعه مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء شريف سيف الدين، تابع الرئيس السيسي الوضع النهائي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تمهيدا لإطلاقها الشهر القادم. قال المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي إن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لمبادرة المسح الطبي للكشف عن فيروس سي، ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار لمرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، فضلا عن تطوير منظومتي الضرائب والجمارك ونتائج أعمال مشروع البنية المعلوماتية للدولة.